3 فوائد للتدخين. أول فايدة هو بيقلل التوتر، وتاني فايدة هو بيخليك رفيع حتى بيخسسك لو انت تخين، وتالت فايدة مفيش فايدة. زين كان نص الشباب اللي بتدخن دخلت الفيديو عشان تبرر لنفسها بتدخن ليه، بس حابة أقولكم ان الكلام اللي قلته ده هبدو، حتى لو في 3 فوائد ففي مقابل ده 1,000,000 ضرر. كم ضرر ليه؟ بيبوظ لياتك البدنية، بيضعف نظرك، وبيقضي على الرئتين وبيدمرهم، ده غير تصلب الشرايين. بس الفعالية مش بتتنفذ منه بس كده. سلام.